واصلوا أشغال الدورة الأولى من حوار الأعمال التي ينظمها الائتلاف المغربي للماء حول موضوع المخاطر سخونة تنتج بردولي. ما هي التدابير المستدامة اللازمة؟ هي بديتو ما راح حطيت لك يلا تساكم. وفي ختام هذه النشرة تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدا سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك في بلادنا. في هذه المناسبة السعيدة التمس من العلي يعني يوم مبروك علينا تشار الحاج الله يدخلوا عنا بالصحه والسلام. كنت دير بحساب رمضان حتى بعد غدا. دابا الا بغيت ندوش فهاد الوقيته ونحافظ على احترام الوالديه في نفس الوقت غيخصني نلقى شي عذر باش نخرج الصاك من الدار ونمشي بيه للحمام. فين غادي؟ لا غدا لاصال الوالده. وفين عمرك تمشيتي للاصال؟ لا يلا تقيت وحده جديده مع واحد الدري مزيانه قلت نمشي نبدا نتحرك شويه راك عارف رمضان مفروضه شويه الوالده تقدر تيقها. ايوا مزيان عاف شويه عليك الله يرضيك. غير هو الوالد ما تدوسش عليه. فاطمه خاصنا نجوجو الدري هي باش نخرج الصاك معايا من الدار ما يعاقبني الوالد ما يمكنش غير خصني ندوش هنا. الوقت اللي غنحتاج باش نمشي فيه من البيت للحمام هو جوج ثواني غير خصني جوج ثواني بلا ما يلاحظوني. غير هو مع الريفلكس اللي كيدير الوالد فاش كنبغي نحيد ليه التليكوموند من يدو ملي كيكون ناعس غيحتاج غير ثانيه وحده. في غادي بان داك الحوجه داك الفينوار غير خصني شي طريقه اخرى شي طريقه اللي ما تخليهمش يشكوا فيا بتاتا شي طريقه اللي تخليهم هما يطلبوا مني ندوش واخا ما موسخش. يلا فكر 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 وي لقيتها هادي 100% غتصدق. سمحوا لي انا جاي. ولدي انت معك هاد لاطا معاك الله يحفظك. صافي خليها انا غنوض نديها. خليه هو يديها. هذا هو الوقت باش نطبقها. كيعرفوا شنو هو الدور ديال رئاسه النيابه العامه اسلوب بسيط جدا. غير شويه عليك انا نوض. لا جيبي معاك مناضه احسن. واخا بدوها بلا شك عرفتو اش غيطرى دابا. الطريقة الوليدة اللي غتعطيني حوايج وفوطة باش ندخل نشمل في الحمام. ما قبليتي راه انا نحلهم. انت شويه يا ودي الصحة ودي راه نحل لك. لا لا اصبر اصبر يا وليد انا نحل. هاي دي ما عاد مزيتها تا نحلها. لا لا اصبر تا نحلها عاد زيتها اصبر انا نحلها لك. اش هادشي شكون عليك هادشي؟ أبلاتي أبلاتي أنا نوجد لك حوايجك نوضوش. المرض ناري على زهر كل شيء تضرب لي في الزيرو. رحت زيت العود هادي ولكن أنا ما قربت زيت العود من إبركت ما قربت لتا حاجة من غير فرشيتي بلاتي. ولدي ديما كتلاطا معاك الله يحفظك. خليه هو يديها. شهر رمضان المبارك في بلادنا.